رد عليا، جاي هنا تعمل ايه؟ اهدى يا يوسف، اهدى يا ابني وصلي على النبي. الله ما تستنى انت حاجة على جنب، الله ده ما بيردش عليا، ما ترد عليا جاي هنا تعمل ايه؟ مش من حقك تسالني سؤال زي ده. ايه؟ نعم اخويا؟ سمعهاني كده تاني والنبي؟ كويس قوي انك انت قلت يا اخويا، ومع ذلك هقولها لك تاني مفيش مشاكل. مش من حقك تسالني سؤال زي ده. امال مين بقى اللي من حقه يسالك سؤال زي ده؟ كمال عنده حق يا يوسف، لما يجي صاحب البيت هو اللي يتصرف معاه، لما يجي ابوك يكلمه. ابوه مش صاحب البيت. نعم. امال مين اللي صاحب البيت؟ الست دي. ده انت جاي تسوق الهبل على الشيطانه وتعمل الشويه دول. بقول لك ايه، يلا يا ابني من هنا، يلا من هنا من غير ما ترد ورينا عارف كتافك. طب نزل ايدك دي بس واحترم نفسك. عيب يا يوسف، عيب، ده اخوك الكبير يا ابني. كبير ايه؟ الكبير ما يخشش البيت زي الحراميه. انا مش حرامي ومش هخرج. انت عارف كويس قوي مين فينا اللي حرامي. مين ده اللي حرامي يالا؟ مين ده اللي حرامي؟ ما تقولش انا اللي حرامي. يلا 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 خاف ولا تختشيش. خلاص كمان، خلاص يوسف، انتوا اخوات. هو ده يعرف يعني ايه اخوات؟ ده ما يعرفش غير مصلحته بس ورحمه امي. شوفوا رحمه امي. ما هسيبك يا اعلى ما في خيرك اركبه. ولعلمك انا كنت عامل احترام لصبر والحاجه فردوس، لكن انا اللي مد ايده عليا قطعها. طب احنا هنشوف بقى مين اللي ايده هتتقطع ورجله كمان. في ايه يا جماعه؟ في ايه الصوت والزعيق ده؟ البيت جاي عايز تستولى على الفيلا، البي جاي يحط ايد على الفيلا، بس لما نشوف بقى بص نجوم السما فوق اقرب لك، وانا قلت لك اهو كمال. يوسف يوسف ما تستنى يا ابني عشان نتفاهم. معلش يا كمال سيبك مني. ما تمشيش يا كمال، ده حق انت وامك، ده بيتك. الو يا حاج، ده انا لسه هكلمك، اجي لك فين؟ الله، انت مش قلت انك مسافر؟ طب بقول لك ايه انا مسافة السكه واكون عندك. سلام اخوي. سلام سلام. المصالين في البطن بتتخانق، ومهما كان انتوا اخوات وما لكمش غير بعض. ايوه النبي يا حاج، قولي لهم ربنا يهدي النفوس. بعد اذنك يا سمر، بعد اذنك يا حاجه فردوس، وهستاذن ايهاب كمان، انا هبات انا وامي في الفيلا. من غير ما تستاذن يا كيمو، انت ليك في الفيلا دي زي ما انا ليا بالظبط، ويمكن اكتر كمان. ربنا يكبر خاطرك يا ابني. دي الحقيقه يا حاجه، انا بقولش اي كلام، انا ما بجاملش حد، انا بقول الحقيقه. هطلع جهز اوضه فوق. استنى استنى يا وحيد يا ابني، اني كبرت ما بقيتش نقدر نطلع وننزل السلم. لو سمحت قولي ناخد الاوضه اللي تحت. كنا مسميينها اوضه ضيوف، ام الله يرحمها كانت نايمه فيها ما قبلت رب كريم. ربنا يرحمها ويديكي الصحه يا طنط. تعيش يا بنتي. الاوضه فاضيه وجاهزه يا حاج، اتفضلي. كتر خيرك يا اصيل. كيم يا بعد اذنكم. ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ شكلنا داخلين على مصايب. المهم انا خارج، مش عايزين حاجه من بره؟ خارج تاني. ايوه يا حاج، عندي شغل مهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يستر، انا خايفه لحسن بابا لما يجي البيت، البيت يولع. ربنا يجيب العواقب سليمه، استرها يا رب. يا رب امين. هو ايه اللي فكر كمان بينا دلوقتي؟ مش عارفه والله يا بنتي، كل واحد وظروفه. طب انا عندي سؤال عايز اساله لك، هو فعلا الكلام اللي دايما بابا بيقوله ده حقيقي؟ كلام ايه؟ كلام يعني عن كمال ومامته، ان هما دايما يعني بيطلبوا منه فلوس وبيبتزوه كده يعني. انا ما اعرفش اي حاجه يا بنتي، العلم عند الله. عن اذنك عشان ورايا شغل كتير قوي.
في حاجة بتحصل مش عارفاها. مش عايزين أي حاجة تانية؟ لا الحرام مش منك يا وحيد. تشكرين يا وحيد. شوية واجيب لك العشاء هنا عشان الحاجة ما تفضلش رايحة جاية. كتر خيرك يا ابني. كتر خيرك انت، ما هو كل ده من خيرك. كمال حكالي على كل حاجة بعد اذنك. اتفضل يا وحيد. اني كنت خايفة، كنت مرعوبة للموضوع يتطور بينك وبين اخوك يوسف. انا كنت عايزه يتطور عشان يعرفوا ان انا مش جاي اهزر. يا خوفي على اللي يحصل لما ابوك يرجع. اللي يحصل يحصل، انا عارف ان احنا مش هناخد حقنا بالسهل، وعارف كمان ان انا لازم احارب عشانه. يا ربنا ينصرك يا ابني. قادر يا كريم. ايوه حاجة جات. لا تمام الحمد لله. لا 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 مش هنخرج من الفيلا دي انا وامي، هنفضل قاعدين فيها. حاضر. طب هخطف رجلي كده واجيلك. مع السلامه. خير يا دناي. ده الحاج جاد عايزني اعدي عليه بكره. المهم انت ما تشغليش بالك، انا عايزك تروقي كده وتغيري هدومك وترتاحي، وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ونعم بالله يا ابني، ده احنا غلابة وملناش غيرك يا رب. اخبار المصلحة يا حاج سيد؟ والله المصلحة مزرجانة شوية اليومين دول، انت عارف الفلوس كلها منطرارة في السوق، وبعدين الحال نايم. لو الحال نايم نصحي حد نعمل زي بتوع البنوك. نعم؟ بيعملوا ايه بتوع البنوك دول؟ بيعملوا ديسكاونت يا حاج، يعني لا مؤاخذة لو ليك 100,000 اجل تقبضهم فور 90,000. لا 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 لا، ايه السكك دي؟ ما احبش انا الحاجات دي. لا لا، وبعدين المشكله مش في الفلوس، الفلوس كتير والحمد لله، انا مشكلتي في الراجل اللي هو متوسط بيننا وبين الوزاره ده. بس خلي بالك يا حاج سيد، الراجل ده في ايد اللعبه كلها، وين الوزاره قدامك؟ روح اسال عليه. والله انا خايف لا السبوبه تروح مننا يا حاج، اللي بيحرجنوا عليها كتير. يحرجموا ايه وبتاع ايه؟ على كل حال الراجل بتاعنا موجود وهو في الحزب، ودول في الوزارة سوا، يشوف لنا حل بدل الملايين اللي احنا هنكوعاها دي. وماله يا حاج؟ خد وقتك. ولا يا حاج سيد. اهلا يوسف، تعالى اقعد. السلام عليكم يا حاج حفصه. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا عمنا؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ يوسف؟ اسمعني بقى وفتح عينك معايا عشان عايزك في موضوع مهم. خير يا حاج؟ خير ان شاء الله. الراجل الوزير كلمني بيعزمني على عيد ميلاد بنته، ده هيبقى يوم الجمعه ان شاء الله. انا عايزك تروح المركب بتاعتنا واتفق معاهم وتعمل ليله حبها تليق بمقام ومقامها. بس كده عينينا يا حاج. طبعا ما حفظي، اشوفك بخير ان شاء الله وانا هبقى اطمنك. الله جري يا حاج سيد، انت بتقلبنا بسرعه كده ليه؟ انت مش فاضي ولا ايه؟ انت سالتي ليه؟ انا خارج مع المدام، هوني ورينا عرض كتابك. يلا. طب بقول لك ايه بس يا حاج، ما فيهاش كلمتين كده بيني وبينك على السريع. يا عم الراجل بيقول لك خارج مع المدام، الكلمتين دول انا ما تاجلوش. يتاجلوا طبعا يتاجلوا، ولا الدنيا هتتهد يعني يا يوسف؟ ولا لو تهدد حتى نبنيها تاني عشانك يا حاج، كرامة لعيونك. ما قلتليش مش الوزير كلمني وانا راجع؟ خير في حاجة؟ الراجل ده غريب قوي، صدقي لسه فاكر انك قلتي له عندك محل ملابس. وايه اللي جاب الكلام ده؟ ابدا، عيد ميلاد بنته يا ست الجمعه الجايه، وقال لي يا جاد انا هبعت المدام لمدام لقاء علشان تختار شويه هدوم كده. تنور البوتيك يا حبيبي. لقاء حبيبتي، خلي بالك منها ظبطيها، ويكون في علمك الحساب عندي. ما تقلقش انا هظبطها لك. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. الو يا حاج صابر، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ مين معاك؟ حفظي؟ سلمنا عليه. ايه هتشرفوني دلوقتي؟ خير طبعا، تشرفوا تشرفوا في اي وقت، ده بيتكم. مع الف سلامه.
عايزين ايه دول؟ يوسف 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 ايه؟ في ايه اللي واجع لك دماغك كده؟ بقولك ايه؟ مش ناقصاك انت اخرى حوار كمال اخوك مش كده؟ دبره زن على خراب عشه. انت الموضوع ده معاك من عليك قوي، مخلي مزاجك مش مظبوط. بس انا فاهم الصنف ده، انا فاهمه وعارشه وعارفه. يقعد يعمل ايه بقى؟ يتمسكن يتمسكن يتمسكن، بعدين فجأة تلاقيه حط مناخيره في كل حاجة. طب وأهاب مش بيحط مناخيره؟ مع انه ساعات بيبقى رزل وخنيق، بس انا بفوت له بالراحة عليه. خلاص انسى بقى، تبات نار تسبح رمال.